السلام عليكم ورحمة الله في الفيديو هذا غنشوفو لو تيوغام دو بيتاغور لا بارتي ان جزء اول اللي غادي نقتصرو فيه فقط على تيوغام ديغاكت يعني مبرهنة مباشرة ديال بيتاغور اذا نبداو هنا لا بروبريتي خاصية اش كتقول تيوغام دو بيتاغور الدراري هي كتطبق على واحد المثلث اللي تيكون قائم بالزاوية تريونكل ريكتونكل اش كيقول لك كيقول لك ان لي هو او كاري شنو هو لي الدراري هو لو كوتي اوبوزي ا لونغل الدرع اللي كيشوف في الزاويه القائمه كيتسمى ليبوتينوز بوتينوز فناخذ هنا ناخذ مثلا واحد مثلث قائم في الزاويه هنا هذه الزاويه القائمه الدرع اللي كيشوف فيها هو هذا لان الضلع هو اللي كيتسمى ايبوتينوز نعقلوا عليه يا اختي شي مثلا مثلث مثلا دير بهذه الطريقه ياك عندك هنا زاويه قائمه البوتينيز فينا هو غتشوف هنا الزاويه قائمه اللي كيشوف فيها اللي كيشوف فيها هو هذا اذا هذا لو كيتسمى ايبوتينوز

هاد أسي هو إيبوتينوز ياك كتسمى بالعربية الوتر إذاً هادي إلا درنا ليه أوكاري إلا درنا أسي أوكاري أش غادي تساوي لينا غتساوي لينا الدوزيام كوتي اللي كنقصدو بيه هو هذا التخوازيام كوتي كنقصدو بيه هو هذا يعني هذا أوكاري زايد هذا أوكاري يعني هذا أوكاري زيد عليه هذا أوكاري أو نحطو لبوتينيز شنو قلنا هو أسي نديرو أسي أو كاري ياك أش غادي تساوي لينا أطلع لخرين أو كاري أوكاري أو كاري بليس بي سي أو كاري دوزيام كوتي و تخوازيام كوتي هما مادو إذا هنا نشوفو أول حاجة قبل ما نكتبو هادي Nous allons dire la phrase, comme nous l'avons dit dans le théorème de Thalys, direct ou réciproque. La première chose que nous allons dire, c'est que nous avons un triangle rectangle. Nous allons dire ABC, on a ABC est un triangle rectangle. مثلث قائم ان اون مثلث قائم بالزاويه فاش في بي ب بي نقولوا بحال طاليس الوغ دابري لو تيوريم ديريكت

On déroule à 3 au carré. Plus, B69, il, il y a 4. On déroule à 4 au carré. Alors, AC au carré est égal à 3 au carré, il y a 9. 4 au carré, il y a 16. Donc, AC au carré est égal à 9 plus 16, il y a 25. دونك دابا عندنا ا سي او كاري ايتيغال 25 باقا ما كملناش اش دابا يلا كي لقينا ا او كاري ولكن حنا تنقلبوا على ا سي فقط ما كايناش او كاري اذا هاد او كاري كيفاش ديال نخلصو منو الدراري اذا باش تخلصو من هاد لو كاري هذا غنديرو ا سي راسين دو 25 يعني هذا غندخلو عليه لا راسين دونك ا سي ايتيغال راسين دو 25 دو سي تيغال دي راسين ديال 25 شحال كتساوي هي 5 دونك دابا هذا برومير اكزومبل خاص باش بلي بوتينوس يعني تكون عندنا لي بوتينوس هو اللي مجهول غنشوفوا يعني دابا واحد دوزيام اكزومبل اللي غيكون فيه لي بوتينوس معروف ولكن غيكون ديال اخر اللي مجهول يعني كتختلف طريقه الخدمه شويه هنا يعني اول حاجه كنبداو بها هاد الجمله هادي اون ا بي سي تان تريونغل ريكتانغل اون بي الوغ دا بري تيوريم ديريك دو دي بيتاغور لي بوتينوز هو اللي تشوف الزاويه قائمه كدير لي اوكاري يساوي الضلع الاخر اوكاري زائد الضلع الاخر اوكاري وكتعاود هنا بالارقام فاش كتوصل لاسي اوكاري تساوي واحد العدد باش كتحيد هاد الكاري هادي كتدخل هنا لا

Le jumelage, ce que là. Ce que là, on a EFG est un des images de la belle jumelage. Triangle, rectangle, en E. On y a une image de la f. Alors, D'après le théorème direct de Pythagore, je vais y قلنا دابري تيوريم ديال بيتاغور كنكتبو هذيك لا ريلاسيون اللي عندنا دائما كنديرو لي بوتينوز او كاري اول حاجه كنقلبو عليها هو لي بوتينوز هو اللي كيتحط هنا على اليسار اش كنديرو تساوي شنو هو لي بوتينوز الدراري هو اللي كيشوف في الزاويه القائمه شكون اللي كيشوف في الزاويه القائمه هاي الزاويه القائمه هي او الدرع اللي كيشوف فيها هو اف جي الوغ هو لي بوتينوز دونك كنديرو اف جي او كاري إت إيكالا لخرين أوكاري يعني أو إف أوكاري بليس أو جي أو كاري دابا نبداو نعوضو بالارقام قلنا اللي ما معروفش هو أو إف إذن إف جي عارفينها غادي نعوضوها بالرقم ديالها اللي هو 9 دونك 9 أو كاري إيكال أو إف هي اللي كنقلبو عليها نخليوها كما هي او جي عارفينها راهي 5 دونك نديرو 5 او كاري دونك هادي عودناها ب 9 هادي خليناها في بلاصه احتاج ما عارفينش هادي عوضناها بقيمه ديالها 5 اذا دابا نحسبو دونك 9 او كاري شنو هي هي 81 تيغالا او اف كاري بلس 5 او كاري تيغالا 25 و فاشو <applause> دابا هنا دابا بغينا او اف كاري كيف نديرو هاد الدراري كيفاش ندير بكل بساطة غتشد هذاك اللي مع او اف كاري غدوزو لهنا صافي غتشد 25 غدوز لهنا تولي لنا ك 25 كان زائد 25 تولي لنا 25 صافي يعني او اف كاري ولا انت باش ما تلفش غدير الكبير ناقص الصغير كبير ناقص صغير 81 ناقص 25 هي شحال كتساوي يا ممكن نحسبو حد ناقص 25 11 ناقص 5 11 ناقص 5 شحال هي سر تمنية إذا نقص خمسين ياك نقص خمسين لأن توقع علينا سو خمسين ألوغ إي إف إتيكال قلنا الدراري فاش كنوصلو لهاديك أوكاري كتساوي داك العدد باش نحيدو ديك أوكاري شكنديرو كندخلو على العدد لا راسين إلا لاحظتو الدراري هنا كاين اختلاف لاحظ معايا هنا لاحظ معايا كاين اختلاف ما بين الطريقه اللي خدمنا بها هذه والطريقه اللي خدمنا بها هذه علاش حيت هنا هذاك لي بوتينيز معروف هنا ولكن هنا لي بوتينيز واللي كنا كنقلبوا عليه ما معرفش داك الشيء علاش العددين كانوا هنا يعني بقينا خدامين غير بلس ولكن هنا ليبوتينيز معروف الدال الاخر اللي ما معروفش وبالتالي باش بغينا نجبدوا هاد الدال عاده طرينا اننا ندوزو 25 لعند 81 ولات ناقص 25 ده مش متلفش ديما ديال الكبير ناقص الصغير كتساوي 56 اذا نادي اوكاري كتساوي 56 يعني الا بغينا نحيدو اوكاري غندخلو راسين هنا تولي راسين 56 ولا واش كيفاش تقدر دير لا كالكولاتريس تقدر دير لا كالكولاتريس باش تزيد تبسطها مازال الا ما كنتيش عندك مع الحساب هذه هذه الا بغيتي تبسطها عندك 56 تقسم على 4 ياك يعني هي راسين 4 فوا

طلب منا نحسبو بي سي في كل حالة من الحالات التالية إذا الحالة الأولى اش قالك فاش غيكون أ بي كيساوي جوج أ سي كيساوي ربعة إذا أول حاجة باش نحسبو بي سي وقالنا تريونكل ريكتونغل أون أ سا ودير كوا خصنا نطبقو عليه تيوريم بيتاغور دونك تيوريم بيتاغور اش كتقول كتقولك لك أ بي سي c'est un triangle rectangle en A. Tu m'as ligé le Alena, on m'a ligé un rectangle en A. Je suis bien mal rasé. Alors, d'après le théorème ديريكت دي بيتاغور عشان سنجو وانا ابليكو تيوريم ديال بيتاغور نقولو لي بوتينيز او كاري شنو هو لي بوتينيز الدراري هو اللي مقابل مع الزاويه قائمه شنو اللي مقابل مع الزاويه قائمه هو بي سي هذا اللي كشوف بي سي دونك هو اللي يكون هنا بي سي او كاري نديرو اخرين دابا او كاري ا بي او كاري بلس ا سي او كاري الوغ دابا هادي اللي لقينا هنا ركز معايا مزيان راه هي اللي تخدم بها الاجوبه ديال هادو كاملين صافي غتبقى خدام بهادي ما غاديش تبقى تعاود فيها كل مره لا صافي مره وحده كتبتيها ساليتي زيد دابا الحالة الأولى اش قالك قالك بغينا بي سي ياك راه دائما عندنا بي سي و كاري هي ا بي و كاري بليس ا سي و كاري دونك هنا لا كيسيون ا شاطينا عطينا ا بي كيساوي جوج و ا كي سي كيساوي ربعة خصنا نعوضهم هنا ا بي كيساوي جوج و أ س كيساوي ربعة إذن دابا نلقاو سي اللي منا هنا غادي بالنسبة لأ A بالنسبة لب و بالنسبة لسي دابا غندير لكم ديال أ و ديال و راه ساهلين شوي دونك هنا نحسبو دابا هادو دو كاتخ كاتخ Alors, BC au carré est égal à 4 plus 16, il y a 20. Donc, nous avons fait le carré, ce que nous avons fait. Nous avons fait le carré, et nous avons la racine. Racine de 20. Je vais vous montrer La racine de 20 est affine. Il y a racine 4 fois racine 5. Racine 4, il 2. Donc, je qui est de racine 5, il y a

AB à la racine 2, AC est 1. Donc, AB à la racine 2. A AC est 1. Donc, ce vous BC au carré, il y a 2. Racine 2 au carré, je suis 2, ma racine. Plus 1 au carré, est 1. Alors, BC au carré est égal à 3. Donc, d'abord, que BC au carré, est égal à 3. Je vais donner le carré. بكل بساطة غندخلو هنا لاغاسين نمشيو دابا لسي بنفس الطريقة دائما بي سي او كاري اتيكالا ا بي او كاري بلس ا سي او كاري ياك نمشيو دابا لسي حاولو ديروها على راسكم حاولو ديروها على راسكم دونك ا بي شنو هي 5 2 راسين 5 2 او راه تقول ا او اشنو المعنى ديال الدراري يعني راه هادي كامله او وشنو المعنى ديال سي او يعني راه كامله او كاري كامله يعني خصك دير بين قوسين هادي كامله يعني خصك بين قوسين

2 fois 2 racine 5 2 fois 2 fois racine 5 Plus 2 au carré Réunis plus Réunis au carré Réunis moins 2 fois 2 fois racine 5 plus 2 au carré. Alors, donc, je identité remarquable. Donc, racine 5 au carré, je n'ai 5. Carré à racine. Plus, 2 fois 2 lié à 4. 4 racine 5. Plus, 2 au carré lié à 4. Plus, racine 5 au carré lié à 5. Moins,

إذا خمسة وأربعة تسعود وخمسة هي و وأربعة هي تمنتاش ياك ديزويت ألوغ بي سي دونك إلا كانت هادي ديزويت بغيتي بي سي بوحدها شناهي على راسين تقدر تخرجها بيدك ولا كالكول دونك بي سي راسين ديزويت تقدر تفككها دي Donc, multiplier 9, je dire racine de 9 fois racine 2. Racine de 9 et 3, racine 2. Donc, c'est la question 1, 12, la question numéro 2. La question numéro 2, c'est la même chose. On va travailler par BC au carré égal à AB au carré plus AB AC au carré. Donc BC au carré égal à AB au carré plus AC au carré. Je vais faire comme une question de question 1. a la question 1, je vais dire que c'est BC qui est l'hypoténuse. Mais la question 2, je vais dire AB. AB qui est l'hypoténuse. بنفس الطريقه باش خرجنا هنا باش خرجنا هاد او اف هادي نبقاو نحسبو او اف كندوزو هادي عند هادي بالناقص نفس الشيء اللي دير باش تحسب ا هنا حيت أبّي ا بي كاينه لداخل ماشي كاينه في لي دونك نعاودو بي سي العدد ديالها دونك بي سي او كاري شنو هي بي سي او كاري راه 10 اوكاري ياك ا بي اوكاري هي اللي كنقلبوا عليها ا اوكاري راه 8 اوكاري نحسب هذه دي 10 اوكاري هي 100 ا بي اوكاري اللي كنقلبوا عليها 8 اوكاري اللي هي 64

36 racine 36 est égal à 6 donc elle dit pour a on passe à la question b donc pour la question b on va faire la même chose en disant 9 toujours on a baissé au carré

دونك بي سي هي واحد ياك دونك ديرو ان كاري ا بي اللي كنقلبو عليها قلنا ا سي شنو هي 3 سيو 5 ما غديرش ليا بحال هكا او لا ما ديرش ليا 3 سيو 5 بحال هكا اونتر بارونتيز لا يرد عليك راه كامله ا سي راه كامله كدير لها او كاري الوغ نحسبو هادي ان او ليا ان ا بي او بلس دونك 3 او كاري شحال 25 الوغ دابا ا او كاري قلنا هادي هنا عند الواحد تولي واحد ناقص 25. على خمسة لها المقامات هنا واحد راهي واحد على واحد Tu le 25, 25, 25, tu le 25, 25, 25. Moins 9 sur 25. Alors, AB carré est égal à 25 moins 9 égal à 16. Donc sur 25. Alors, maintenant, on doit calculer AB. Donc, on va faire on la racine ici. سوليس جذر 16 على 25، donc le fond جذر 16 أيا 4، جذر 25 أيا 5. إذن عدنا جوز دي الحالات يا أما تكلب بروتينز واللي مجهول تقول لك حسبه يا أما تكش واحد الداخل واللي مجهول تقول لك حسبه في دي الحالة تر در ناقص ندوزو دابا نشوفو واحد الحالات أخرى اللي كيطبق فيها تيوغيم ديراكتش د دي البيتاغور كيفما قلنا هاد الحصة نخليوها خاصة تيوغيم ديالو على أساس الحصة الجاية نديرو ريسيبخوك دابا غنشوفو أبليكاسيون سو أوتر فيغور يعني تطبيقات على أشكال أخرى أبليكاسيون سو أوتر فيغور من ضمن هذه الاشكال هادو غنشوفو كيفاش نطبقو بيتاغور في واحد لو مستطيل او في واحد الكاري مربع او في واحد لوزونج معين او في واحد تريونغل ايزوسيلي يعني واحد المثلث تيكون تساوي الساقين قائم في الزوايا في نفس الوقت او لا ترابيز ريكتانغل يعني شبه منحرف في زوايا قائمه او لا في واحد سيركل سيركونسكي ان تريونغل ريكتانغل اللي قريتوها في الثامنه تكون دائرة محيطة بمثلث قائم الزاوية نشوفو شي كامل هذا ان شاء الله اذا نبداو بالحاله الاولى ديال لو ريكتانغل وكيفاش نتعاملوا معاه باش نطبقوا تيوريم دي بيتاغور ديريكت هنا لو ريكتانغل باش نطبقوا تيوريم دي بيتاغور ديال خصنا نجبدوا منه مثلث قائم الزاويه كيف ما كنعرفوا المستطيل راه فيه مثلثات قائم الزاويه الى لاحظتي نشدو هاد المستطيلين ا بي سي تي ياك يعني هنا هنا الى خدينا هاد ديغونال هذا اش غادي نلقاو نلقاو دو تريونغل ريكتانغل هاو دي ا بي راه تريونغل ريكتانغل مثلث قائم الزاويه ودي بي سي تي هو مثلث قائم الزاويه <applause> لا ميم شوز دابا الى خدينا ديغونال ا سي اش غادي تلقى تلقى ا بي سي تريونغل ريكتان تلقى كذلك ا دي سي تريونغل ريكتان وبالتالي مستطيل تيكون فيه ربعة المثلثات قائمة الزاوية يعني كاتر تريونغل ريكتان راه كيفاش نتعاملو معاهم باش نطبقو تيوغام دي بيتاغور فلاحظ معايا ناخدو هاد ليكزومبل قالك ساشون كو ا بي هاي ا بي

هنا عندنا هذا مثلث قائم <applause> الزاوية ليبوتينيز بوتينيز شنو عندنا عندنا لونغل دو لي بوتينيز هو اللي مقابل مع لونغل دو هو بي دي تقدر <applause> تجبد بي دي انطلاقا من ا دي و لا ميم شوز هنا قالك ابي بي ايتيغال ا ويس دي ايتيغال وين نجبدو أسي. بكل بساطة يكفي انك تقول <applause> ان بي سي راهي ا دي هي سا اذا حتى هادي غتعطينا سا بالتالي نجبدو اس ديالنا اول حاجه باش نجبدو اس سي خاصنا يا اما نلقاو بي سي هي 6 يا اما نلقاو ان سي دي هي 8 جوج دونك هنا نطبقو تيوريم دي بيتاغور على شي مثلث يا اما هذا المثلث يا اما المثلث الفوقاني بحال بحال جوجهم غيعطيوك أس دونك شنو نقولوا اول حاجه قبل ما نقولوا ان هذا تريونغل ريكتانغل خصنا نبينوا ان هذه زاويه قائمه خصنا نقولوا على الزاويه قائمه حيتاش مستطيل ندويو على المثلث الفوقاني نخدموا بالمثلث الفوقاني ونقولوا ان ا ب سي دي ايتان ريكتانغل

rectangle en car D'abord on applique le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème direct du Pythagore شادين سنجو ان ليبوتينيز اوكاري الى دوينا على هاد لونغل هو ليبوتينيز شنو هو هو اللي, اللي كيشوف فيها يعني هو اسي دونك اسي اوكاري اي لهذا هذا اوكاري كيساوي هذا اوكاري زائد هذا اوكاري ا بي اوكاري بلس بي سي اوكاري ونعاودو ان اسي اوكاري اللي كنقلبوا عليه ا بي شنو هي ويت بي سي شنو هي Raye dit, n'a adna adi e 6, donc, bc rayé 6. Plus, 6 au carré, lèche n'a car, yak, car bc est égal à adi. C'est chez, donc, c'est, c'est, je m'en Il y en a, je voulais adna a c carré, 64 plus 36, qui est égal à 100, الو هنا اسي كاري سون الى بغينا غير اسي بوحدها ندخلو لا راسين دونك لا راسين دو سون كي ايغالا 10 دونك دابا سالينا من لو ريكتانغل قلنا لو ريكتانغل كنقدروا نجبدوا منه اربعه مثلثات قائمه الزاويه باش تقدر تخدم بهذا ولا بهذا ولا بهذا ولا بهذا اللي بغيتي ولا كان عندك الضلع الفوقاني راه كيساوي التحتاني ولا كان عندك التحتاني كيساوي الفوقاني ولا عندك الدراع اللي على الأسر كيساوي هذا <applause> عشرة. عشرة. اللي على 10 نفس الشكل تكون 10 القطرين ديال المستطيل تكونو متساويين كانت هذه 10 هذه دابا الشكل اخر اللي هو معين نشوفوا المعين كيفاش تعاملوا معه هذا المعين شنو هما المثلث القائم الزاويه اللي تكونوا فيه هما هادو هذا مثلث قائم الزاويه هذا قائم زاويه قائم زو علاش حيت كنعرف واحد القاعده كتقول لك ان القطرين ديال المعين متعامدين لي ديغونال دالو لوزونج سون

اي موديل كانقدروا نخدموا عليه نجيبوا منه اذا هنا الى عندك او جي هي عندك كاين النص راه هادي راه غتكون فيها 4 اربعة نفس الشكل عندك هادي كامله حتى هي النص يعني هادي شحال تكون فيها 3 هادي 3 هذا واضح خصنا نبينوا خصنا نبينوا اول حاجه نخدمو على هذا التريونغل الفوقاني يعني اف كاجي نركزو عليه نركزو على لو تريونغل اف كاجي نركزو على المثلث اول حاجه خصنا نبينو انه مثلث قائم الزاويه إذن عن طريق ان قطرين متعامدان ديال المعين دونك شنو نقولو اون اف جي اش et le zonge. alors les diagonales sont perpendiculaires alors fk perpendiculaire à KG. donc on a à fond on a ce que tu as dit du géogle du de centre je dis alors FK perpendiculaire à KG. Je Triangle FKG. Je dis FK perpendiculaire à KG. Alors FK perpendiculaire à KG. Donc FKG est un triangle. Donc FKG est un triangle. rectangle en K. Alors, d'après le théorème direct, دو بيتاغور شدي يكون عندنا يكون عندنا وكنا كندوي على اف كا جي الا كانت هذه لونجل دو زاويه قائمه لي بوتينيز شنو هو اللي مقابل معه هو هذا اللي كيشوف فيه اف جي الو اف جي كاري ايتيغال اف كا او كاري بلس كا جي أوكاري يعني هذا أوكاري زائد هذا أوكاري دابا بغينا نعوضو باش نجبدو إف جي حيت قلنا إلا كان ضلع واحد نجبدو المحيط اللي هو الأضلاع بربع المجموعه ديالهم بربع دونك إف كا شناهي إف كا قلنا إلا كانت إف أش هي ستة إف كا شحال تكون فيها هي تلاتة دونك إف كا هي تلاتة إذن غنقولوا انها هي اف اش مقسومه على جوج هي اف اش مقسومه على جوج ياك وكاري بلس ك جي شنو هي راهي هي هذه كامله مقسومه على جوج هي او جي مقسومه على جوج وكاري دونك اف اش شنو اف اش قلنا هي سته قلنا علاش على جوج قلنا علاش Car, 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 et le centre. ce a, le centre. Donc, FH, les joues, j'irai à, si j'irai à, 3 au carré, plus, EJ, les joues, 4 au carré. Donc, on a, 3 au carré, il y a 9, plus, 4 au carré, il y a 16. Donc fg au carré, il y a 9 plus 16, il y a 25. Alors, fg, il y a la racine de 25, qui est égal à 5. Donc, le cas fg est 5, ou alors, le périmètre... اي لي ما شحال يساوي يساوي لنا 4 مضروبه في اف جي حتاش عندنا هذا كيتساوي مع هذا كيتساوي مع هذا كي مع يعني اربعه المرات من اف جي اي 4 فوا اف جي كي 4 فوا 5 20 دونك هذا هو المحيط ديالنا دونك شفنا المستطيل كيفاش تعامل معاه شفنا كذلك المعين الطريقه اللي خصك تتعامل معاه بها حاول تعاودوا داكشي حاولوا تعاودوه باش تضبطوه مزيان فما نشوفوا شي مثال شوفوا وتعاودوا عاوتاني باش تضبطوه مزيان حيت الجمل حتى هما خصك تعرف كيفاش تكتب ماشي غير تجي وتقول اه هذا معين الو هذا راه قائم الزاويه لا خصك تعرف الديمونستراسيون كيفاش تتحط ندوزو دابا الحالة ديال تريونكل ريكتونكل ايزوسيل او ميم طون يعني تكون قائم بالزاوية متساوي الساقين في آن واحد كيفاش نتعاملو معاه تاو يعني ان قالك ا بي سي ان تريونكل ريكتونكل ايزوسيل بي يعني ها هو قائم الزاوية في بي وفي نفس الوقت متساوي الساقين في بي يعني هاد الضلع مع هاد الضلع متساوين يعني بشدة في الضلعين الدلعين متقايسين ألو هادو كيفاش نتعاملو معاه تا هو اللي تكون قائم الزاوية ومتساوي الساقين لاحظ معايا يكفي غير يعطيك غير دلع واحد جبد الدلع الآخر متحتاجش جوج أدلع باش تجبد الدلع يكفي يعطيك غير دلع واحد جبد واحد اخر صافي شتو الأمثلة الأخرين كيخصنا ضروري جوج ديال الأدلع باش تلقاو التالت ولكن هنا يكون عندك مثلث قائم بالزاويه متساوي الساقين ضلع واحد جبد منه الاضلاع الاخرين صافي الو هنا عندنا ا سي هي دو راسين 5 انطلاقا من هاد الضلع هذا غنجبدو هذا وهذا حتى شهادو متقايسين الا قيت هذا صافي راه قيت هذا ساليت دو متقايسين اذا كيفاش نتعاملوا معاه تا هو تا هو غير دو بيتاغور اش غادي نقولو نقولو اون apc la est un triangle rectangle, est un triangle rectangle en B, alors d'après...

كاري دونك حنا عندنا اس كاري شنو هي راهي دو راسين 5 كاري ياك ما عارفينش ا بي وما عارفينش بي سي ولكن راه متساويين متساويين دونك اش غادي نقولو نقولو اون ا بي ايتيغال ا بي سي هادو متساويين علاش متساويين كاخ

اذا نخليو ابي وكاري اللي هي اللي كنقلبوا عليها ياك وبي سي وكاري واش غادي إحنا حنا عندنا ابي بس بي سي نخليو هاد ابي وكاري هاد ابي وكاري ونشدو بي سي نعاودوها بابي حيت اش اذا نشدو بي سي نحطه في بلاصه ابي حيت متساوي إذا ولاو عندنا هنا جوج متشابهين ياك ولاو عندنا جوج متشابهين

زابيوكاري بيو كاري الو الا بغيتي ا بيو كاري شنو هي تشد هذه وتقسم عليها هذه اذا هي 20 2 ديال 10 بالاحال دونك الا بغيتي ا بي شنو هي هي دخلوا لها ديال راسين ا بيو هي 10 ا بي دخل لها ديال راسين ديك الطريقه كايتي ان ا راسين 10 ياك، وبالتالي حتى هادي غتكون تاهي راسين ديس، حتىش كيتساو، إذن انطلاقا من التساوي ديال هاد جوج، وحدك تعوضها بلخر، يا اما تخلي ابي كاري، وتعوض بي سي بآبي، أو لا تخلي بي سي في بلاصتها و تعوض ابي بي سي، المهم يولي عندك هادو التشابي، سواء ابي ابي، و تكتب هنا جوج ابي، سواء بي سي بي سي و لنا جوج بي سي، إذن يعني بحال بحال. اللي جبتيها راه غادي تلقى بها ابي غندوزو حالة أخرى دابا ديال لو ديال المربع دابا نشوفو لو كاري تاهو كيفاش غادي نتعاملو معاه لو كاري باش كيتميز كيكون عندو لي كوتيز ايزوميتريك اضلاع مقايسه كامل بتراه هنا الا عطيك واحد لو كوتي ابي دي قال 4 سنتيمتر قال كاكولي بي دي يعني لا ديغونال اذا هنا الا عندنا ابي 4 سنتيم راه هذه تاعي غتكون 4 سنتيم هذه تاعي 4 سنتيم هذه تاعي 4 سنتيم وبالتالي نقدروا نلقاو بي دي تبرام ا دي بيتاغور حيت هنا عندنا دي زونغل دو زاويه قائم بالتالي تكون عندك مثلثات هنا قائمة الزاوية إذا بالجبد بي دي نستعملو المثلث أ بي دي مادام عندنا أ أول حاجة خصنا نقولو علاش هادي زاوية قائمة ياك علاش هادي زاوية قائمة حتاش عندنا كاغي نقولو أن أ بي سي دي إتان كاري بحال قبيله كيف ما درنا المستطيل المثال الاول نفس الشكل بغيت تقول هذا مثلث قائم الزاويه خصك تقول علاش بعد حيت هذه زاويه قائمه حتى شكاري نقول الوغ لونغ ا est égal à 90 degrés. Donc, ياك y a que... D'abord, دي vais اتن... Triangle, rectangle, rectangle. -ch le tchèque sera le Pythagore. Rectangle en on... paque. Vous devez alors, d'après le théorème. دونك شدي لقاو قلنا هنا لونغل دو هي هادي لي بوتينيز شنو هو هو بي دي هو اللي مقابل معاه دونك بي دي كاري ايتيغال ا بي كاري بلس ا دي او كاري دابا عندنا ا بي راه يربح حتى ا تكون دونك

هو 6 سنتيمتر قالك كالكولي ا بي سي تيوريم دي بيتاغور الوغ الدراري قلنا واخا عندنا هنا غير واحد غير كوتي واحد ولكن هادو متقايسين بحال الشكل اللي شفنا ديال تريونغل ايزوسيل ايزوسيل قلنا لك في يكون عندك غير كوتي واحد كتلقى به جوج اخرين بي سي و ا بي حتى اش متساوي اش كدير كتشد هذاك بي سي كتعاودو ب ا بي كيولوا عندك جوج كيتشابهو كتردو ميه دو نفس الشكل غنطبقو بالنسبه للكاري حتى اش هو كيخضع لذاك المنطق ديال تريونغ الايزوسيل تشي هنا هاد المثلث راه ايزوسيل هذا عند الضلعين هادو متقايسين تالي نفس الطريقه اللي نخدمو بها idem en on voit a Yuck. ABCD est un carré alors A est égal à 90 degrés دونك هذا راه تحل تمرين بوحدو وهذا تمرين بوحدو مكانو داخلين في نفس التمرين ما غير صافي بينا هنا ما عادش نعاودو نكتبوه هنا ما دابا كنخدمو بحال هذا تمرين بوحدو وهذا تمرين بوحدو شي علاش نعاودو الديمونستراسيون نقولو الوغ اي ايغال 90 دوغري دونك ا بي دي ايتان تريونغل Rectangle. je yes, Alors, d'après le théorème, direct.

قلنا عشان شن ولا أبي نخليه أبي وأدي شنية أدي وخا ما عارفيناش والكرة عارفين تساوي أبي إذا أدي شيء نقدر نعوضه بأبي كيف مش في نفس المتلس علاش كاغ كاغ أبي يتقع أدي ياك ألو هنسيس أكاري شنية رايت خمسيس أب بي او كاري بلس او كاري كيف مش فينا قبيله راه هي دو ز او كاري ودابا نلقاو ا بي ديال دونك ا بي او كاري تيغال 36 2 اللي هي 18 اللي حسبتيها الوغ الى بغيتي أب بي تحيد الكاري دخل هنا راسين في لي راسين 18 باش تفكك هادي تقول لي 9 فوا 2 9 فوا 2 alors ab egal a 3 racine 2 donc نشوفوا دابا شكل اخر اللي تقدر يكون تا هو شي شي مرات هذا ترابيز ريكتونغل شنو هو ترابيز ريكتونغل شي منحرف اللي فيه زاوية قائمه شي منحرف اللي فيه زاوية شن قائمه تسمى ترابيز ريكتونغل تنقولو اون سي اي يعني الزاويه قائمة ديالو هما سي و دي اذا حنا شي منحرف كنعرفو تكون عنده ضلعان العين متوازيين هما ديال يكفي بجول عليه شي منحرف ولكن اللي قال لك هاك يعني عنده زاويتان قائمتان حيت كاين شي منحرف اللي تكون بحال هذا سامبل هذا عنده غير ضلعان ولكن هذا اللي تكون عنده زاويتان قائمتان تسمى ترابيز ريكتانغل اون سي اي دي يعني سي و دي هما الزاويتان القائمتان بالتالي تقدر تابليكي عليه تيوريم دي بيتاغور الى بغيتي اذا تيوريم دي بيتاغور فين تقدر أبليكيها على هاد المثلث ياك هاو بي سي دي حتى عندنا زاويه قائمه تقدرش تطبقها على المثلث بي سي دي فين ثاني تقدر تطبقها على هذا المثلث الفوقاني تحتاني ا آه دي سي اذا هذا المثلث التحتاني حتى هو عنده زاويه قائمه هنا اذا آه ا دي سي اذا عندنا جوج مثلثات قائمه الزاويه دونك في كلا الحالتين لا بغيتي تهضر عليهم خصك ضروري باش تذكر الزاويه القائمه وتذكر المثلث قائم الزاويه خصك تقول الطبيعه ديال الترابيز ماشي تجي ديري تقول هذا راه مثلث قائم الزاويه لا خصك تقول بحال اللي قلنا في الريكتانغل والكاري مثلا بغيتي تدوي على بي سي دي اش غادي تقول تقول اون يعني غدوي على لونغل سي علاش قائمه الزاويه خصك تقول اون Un PCD est un trapèze. Rectangle. Voici deux langues C et un PCD. Ce que rectangle on C. Fait un, un, un rectangle en D alors c est égal à 90 degrés on go donc bcd est un triangle rectangle je alors d'après Le théorème direct du Pythagore. Donc, il qu droit est qu'un long de royais C, l'imprimable Maha ou BT. Je vous BT carré, Raya, BC carré, plus CD carré. بغيتي دوي على المثلث ا دي سي نفس الشكل تعاود الجمله تقول هذه ريكتانغل ولكن تقول اون دي تقول الوغ دي ايغال 90 ديغري دونك تقول اون دي وتبدل هذه تقول الوغ دي ايغال 90 ديغري وتبدل هذه تقول ا دي سي تريونغل ريكتانغل ياك اون دي

لنا دابا الاخر شكل كيتحط تا هو شي مرات بقالي تشوه داك العام في تكون فيه تا هو مثلث قائم الزاوية و هو لو سيركل سيكونس كان ان تريونغل ريكتانغل الدائرة المحاطة بمثلث قائم الزاوية نيكالك سوا سي ان سيركل دو سونتر او هادي لو سونتر ديالها هو او و دو ديامتر ا بي القطر ديالها هو ا بي نيكالك سوا ا اه سوا ك ان بوان بوين دو سيركل يعني كواحد حد نقطة اخرى اللي كاينة في الدائرة كاينة هنا حنا كنعرفو واحد القاعدة الدراري شناهي الا كان عندنا واحد الدائرة ياك كان عندنا هنا او السونتر ديالها واحد معايا الا كان هذا ديامتر يعني كيدوز من او اذا في هذه الحاله الا خدينا اي بوان من هذا لو سيركل خد اي نقطه هذيك راه شويه خد اي نقطه خديتها من هنا عاد تقول ان هذا قائم الزاويه هنا خديتها من هنا تقول ان هذا قائم الزاويه هن، يعني الا خديتي اي نقطه من الدائره كتشكل لك واحد المثلث قائم الزاويه مع الدياميتر ديالها مع القطر ديالها إذا خاصنا غير نرجعو الذاكرة نشوفو كيفاش كنكتبو باش نبينو أن هذا مثلث قائم الزاوية إذا أنا شقالك ؟ قالك ساشون كو أ دي لي هو هداك تساوي راسين خانك أ بي عفوا كا بي ياك كا بي راسين تخوا هادا تساوي راسين تخوا قالك كالكولي لغايون دو سو سيركل يعني حسب ليا الشعاع ديال الدائرات شحال يكون في شعاع هو طول ديال او بي او لا او اخ حتى اش كيتساوي حنا الى عندنا اكا وعندنا كاب و الى كان هذا تريونغل ريكتانغل نقدروا نلقاو هذا عندنا جوج ديال الاضلاع و لقينا هذا كامل غنلقاو النص ديالو اللي هو لو غايو اول حاجه نقولوا علاش تريونغل ريكتانغل بعدا نقولوا علاش تريونغل ريكتانغل إذا على تريونغل ريكتونغل حيتاش عندنا ديامتر مشكل لينا مثلث مع واحد لو بوان في السيركل اش غادي نقولو نقولو اون ياك ا بي ايتان ديامتر دي سيركل Donc, si un diamètre, j'ai un point cercle. Et K est un point de ce cercle. Alors, AKB est un triangle. ريكتانغل في الاسكا ام زاويه فاش في هذيك النقطه اللي تكون في السيركل الاخرى النقطه الاخرى ليك هي هكا دونك نقولوا دابري لو تيوريم دي

دونك ا بي هي راسين 4 هي 2 سكاننا راسين دابا لقينا ا بي كامله دونك هو واش قال لك قال لك غير لوغايون صافي شحال كيسير بالتالي بما ان ا بي راه قطر كامل اذا لوغايون هو النص دونك لوغايون غايون ايتيغال e غيساوي لينا النص ديال ا بي هي ا بي على جوج اللي هي دو راسين دو سيغ دو دونك فشي دو, دو مع دو تبقى ليا راسين دو دونك نتمنى دو الدراري تكونو استفدتو من هاد الحصة هادي إذا نحاولو تراجعو هادشي مزيان شفنا دابا هاد الحصة خاصة بالتيورام ديغاكت مش في ناس غيسي غي كنشوفوها في الحصة الجاية ان شاء الله خاصة بالتيغاكت بعدا نضبطو مزيان كيفاش كتخدم الديراكت شفنا كيفاش كتخدم في المثلثات شفنا كيفاش كتخدم في الاشكال الاعتيادية بحال المربع مثل تساوي الساقين معين مستطيل دائرة كاين اشكال اخرى كاين اشكال اخرى غير يعني هنا قلنا الاشكال اللي كتستعمل بزاف اذا نتمنى تكون استفدتوا دري من الحصه هذه حاولوا مع اصدقائكم ديالكم استفدوا تا هو تلاقاو في الحصه الثانيه مع الجزء الثاني ديال تيوريم ريسيبروك دو بيتاغور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته